معادك بلشو وهي عدم البارس ولوتو شيء مسكح ذا قويانك هي ما ذحد الصوماليات سحل حل وارا لوجوه له الرماة أمنة سياسة ده قاله يدل كين الصوماليات مدد ده الرجادي معادك بلشو حق أساسي قويانة يخبر الصوماليات وأمين سن إن سيدا كلية حل كمشكلة ده الصومالية لوجو جاري كرؤيتاي إلا مدايو مسكح ذا هي مالك ضد كصوماليات يئن الأبورو فرصة أن كو ذاقنو فكرة أما كو فلنقينو أفكارو أن كو كل دوناي تاسو كيني كرتا إسكو سو دواشو إيو إنو اسمو إس أفقرد هرسي ذكرة صومالي مستقبل إفاية له وحال إسوي دين كرا محيطة أمية الشركان إي سبب تحيلغا لوغو سو بيغي محي سيهين وحيالها اللوغا هاللي دونو شركان شركان وحي إيماني حالي دلكي نواجهيو عليسيو أمر مرحلة دو ووين ومسيري أه وحال وفلن قين دونا الرماة دستورك إيه دول ديسك سومالي دستورك سومالي وحي سومرتي مرحلة دا أدك قرن نمدي وحاكو يمد بربور إيه دبودع سببي إن آن دولتكو ملغار أه نقنو هسا أهاتي سندكي لبكون يلبي تمنكي وحال لأنسحي دستور قبياه وأنا كبحنيكم الجاركي لكن دستوركي ولي واقبي دستورك هو أساس وياه ورمرك يدرسك دول النمدين ما أنت وحالك دودي دونا أنت شروينها نصعدو سداء لوجا بحاكم الجارك لونا هيرجليا هشيس بلسو أو رسمية وحدود داس مرتين وقع وسيرك دستورك سومالية مدن حسن معلن وحا مرتين وقع دود داس حلبان وسير هوري مشرح مدحوينه هوري أنا رب عبد الرحمن عبد الشكور وحامرتي نوغة وزيرك أرماء قدها دولة قبلات كبنتلان أنا وزيرك هوري أرماء قدها دولة فدرال كاسوماليا عبد فارح سعيد جوحا وحامرتي نوغة دوداس وزير هوري مشرح مدحوينه هوري دكتور عبد النور شيخ محمد أرمى دور شوينك هناك دور شدو وود مهمة وحقيقة إن عدك قف والبؤ صومالي أهل مقلو تاسو نجارسين كرت إن دول نمدين إنه أي كتر شن ترى بتانك شعبي جن وح موضوع كدو دي دونا مضح إيه أقول يعني كلا أه أن وحا موضوع عسك دود دونا إنك استو أي بريت تهاي حسن معلم وسيرك دستورك عبد الرحمن عبد الشكور وزير عبد الشحا دكتور علي فقي إيوه قدومي هو دورشدة قدك دورشدة قرنك حليمة يرين فدرالي أنت و وحال اسوي دين دونا دل كان وانظام فدرالة وحنكو ذا هذي دونا أما كتشن دونا فكرة ذكر نجيسن دونا دو ذا مغل صوب بنيك دونا وربحنا نسين دونا قبرة الصوماليات أو كبران دك دونا دل كان فدرال كا فدرال كان أنا أنا وهاي سنو سيدو وحطر أي سيد أودي سانو كيف سن لهين سيد خيرات كدل كان أنا أودي تشين لهين أو نقول لها مين نوضة دقة تاسوحا دو ذا هاس نوغو قيب قيل دونا ودودا هاس نوغو عسومن وزير هوري دكتور عبد الرحمن محمد عبد الحاشي بروفيسور حسن كينان ايو دكتور أبوكر ورسمي وحا ايضنو القدو دي دونا من دمدا صوماليات وحا نكو بلابيا من دمدا نوا مقدس من دمدا وحي نوسور قليني سائنا انكا قدبنا عقبادها إنه هو ريال أو أنسي وذا شيء أو شقي إنه أضل كأنه نهرمر يحل وارا جارو وشعبي الصومالي تكون أولادان هرمر يبرواقه ضد من ماذا وحكي قيب قل دونا دكتور عبد الرحمن عبد حاشيجين حسن كينان وزير هوري حميد مارشي يو دكتور أبوكر ورسمي وحاول ضد بين كدودي دونا مقام كقبل كبنادر أما مقام كعاصمد عاصمتنا مقدشو مقالة مدح دينا يكونوا ليهين مليون صومالية وحي أوبا هانتهاي مثلات
waxay u baahan tahay xurmo iyo xarago waxay u baahan tahay shacabiga ku nool inay ayagu ismatalaan inay wax matala helaan inay qayb ka ahaadaan sidii matalaad u heli doonaan waan ka doodi doonaa ee mowduucaas waxaana mar labaad maskaxdooda tuujin doona oo xigmadooda la wadaagi doona warbixinna soo bandhigi doona dood wadaag la dhexdhigi doona qubara kale oo Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu shirkani noqdo mid guuleysta oo ay ka soo baxaan waxyaalaha aan rajaynayno oo maskaxda iyo maalka iyo maanka ummada Soomaaliyeed la kulmiyo oo aynu wadaagno xiriir joogto ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada hadlaan oo madasha bulsho trust ay gogosheedu maanta ku saabsan tahay waxaan aad ugu boorinayaa madaxda iyo ka soo qaybgalayaasha intaba inay doodeena noqoto mid ku dhisan cilmi iyo isdhegaysasho mid ku dhisan dood wadaag kala aragti duwanaansho loogu talagalay in la isku soo dhawaado oo gaabka ama farqiga noo dhexeeya uu soo yaraado si waqtigii badnaa ee aad nooga dhumay uuna mar dambe nooga dhumin oo waxa loo yaqaano way forward aan sameyno waxaan rajaynayaa maanta goobtan shirweynaha labada maalmood inay arrimahaas horseed u noqdaan waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan guulo mir dhal ah waxaan rajaynayaa inaan soo saarno qaraar aan u dhannahay oo talabixin ah oo wax lagu qaybsado oo masiirka dalkeena oo miiska saaran uu noqdo mid aan anagu qayb ka nahay shacabiga Soomaaliyeed oo na daawanaya qayb ka yihiin inta noo joogto nala timid qayb ka yihiin mar labaad waxaan mahadcelinayaa madaxda Soomaaliyeed oo qubarada Soomaaliyeed xirfadlayaasha Soomaaliyeed oo halkan uga soo safray meelo dheedheer inay nala wadaagaan arrimahaas inay isku miis soo fariistaan ayagoo aragti siyaasadeed oo kala duwan qaba waxaan rajaynayaa inuu shirkan ku dhamaado guul aad iyo aad baan idin kugu mahadcelinayaa mar labaad waad mahadsantihiin wabillaahi towfiiq.